فيما العديد من مدير المهرجانات، دونك تسألت مع الهيئة المديرة بطبيعة الحال على هوية المهرجان، التصور القديم، التصور الجديد، الأسس اللي قام عليها المهرجان، بداياته، غيابه على الخارطة، خارطة المهرجانات العالمية. هذه أول سؤال سألته، لأنه المهرجان ما كانش موجود بشكل كبير في الأسواق الموسيقى العالمية المعروفة. تساؤلات أخرى حول البرمجة، وأيضا حول انسجام البرمجة الموسيقية، البرمجة الفنية للمهرجان مع السياسة الثقافية للدولة، لأنه مهرجان دولة. المهرجان أيضا في بعده التاريخي، اللي بالنسبة لي حاجة مهمة برشا، اللي هي آثار تاريخ والمواقع الأثرية المحيطة بالمسرح الأثري بقرطاج. المسرح الروماني تعرف فقط بمهرجان قرطاج، ولكن هناك أيضا بعد آخر، ثم يمكن تم التناسي، وساعات أيضا ما فقناش بحاجات في البرمجة الفنية اللي يمكن تثمن الموروث التاريخي لقرطاج، وذي تدخل في التصور بتاعنا. مهم برشا، لأنه قرطاج أيضا هي لفيلا رومان، هي أيضا حمامات أنطونيس، هي أيضا المسرح، هي أيضا تاريخ كبير. مهم أنه قرطاج كلابال، وهنا باش نحكي على الدبلوماسية الثقافية وأهمية تصدير اللابيل هذا للعالم، مش فقط المهرجان، وكان الإمباكت نتاعو على الاقتصاد، على السياحة الثقافية وعلى الدبلوماسية الثقافية. هنا المهرجانات الحديثة كلها في العالم عندها تصورات، مهم برشا. مهم أيضا أن البرمجة تكون برمجة ثقافية، لأن المهرجان يتبع وزارة الشؤون الثقافية. التساؤلات الأخرى، هل المهرجان لازم يعبي ولا ما يعبيش؟ هل احنا دورنا يكون نعبو مهرجان ولا يكون عندنا ليني إيديتوريال متناسقة؟ كل هذه الأسئلة سألناها، وبدينا بطبيعة الحال نستأنسوا بآراء The Founding Fathers، Les Pères Fondateurs، مؤسسي المهرجان. وهنا قهوة مع سي رجاء فرحات، مع سي روف بن عمر، مع توفيق جبالي، بعد الكاتب ستوريز، مع العديد من الشخصيات التي أسست المهرجان. مسؤولية كبيرة، لأنه كي تحمل اسم قرطاج كلابال، مهم أنك تحافظ على الاسم وتحسن فيه، وتكون أيضا يعني وفي للخيارات والسياسات الثقافية التي انبنى عليها المهرجان في الستينات والسبعينات. شاهدني، وهي حاجة عادة نحب تكون موجودة في المهرجان، وهو تكون ثم عروض على كامل السنة. بطبيعة الحال السنة كيف بفعل يعني بقصد من الكوفيد ما نجمناش نعمل البرمجة من جام في مارس وماي، إن شاء الله تبدأ في ماي، وإن شاء الله باش تبدأ مع العرض الكبير، كان باش يكون في عرض افتتاح في 2020، اللي هو أنوماج أينيو موريكوني. أينيو موريكوني توفى للأسف السنة الفارطة وما نجمش يجي، وزاد جات الكورونا ما جاش بطبيعته. أثناء دونك الأوركستر نتاعو بقى أعطانا الكلمة، والباولو بانزيانو اللي هو الشاب الأوركستر أعطانا الكلمة باش يكون موجود 120 عازف من فرقة الأوركستر سيمفونيك دو فلورنس، بالتعاون أيضا مع الموسيقيين التوانسة. هذه مهم برشا أن زاد نشاركوا موسيقيين التوانسة في العرض هذا، باش يكون ولده موجود، باش يكون أيضا ثم طاقم إعلامي موجود، خاصة في كومبانيا ميدياتيزي اللي فيها الرايون، فيها روبوبليكا، فيها كوريرا دو سيرا، وكلهم حاضرين باش يكونوا موجودين، باسكو سافا إتخ لو بخوميي كونسير أوماج موريكوني في العالم. البرتغال كذلك عرض مدعوم من سفارة البرتغال. مهم جدا نحدد الحاجات هذوما المالية، خاطر سا غونتخ دون استراتيجي دو فيستيفال، تخفيف على الميزانية، وأيضا تكون فقرات متنوعة. فادو فترة هذيك، دونك بعد إينيو موريكوني يكون موجود في المسرح الأثري بقرطاج، سارة كوريا إن شاء الله باش تكون موجودة
في قاعة الأوبرا لو 22 مايو 2021. سبيكتاكل اسمه لا نوي دي زيتوال مع آسيا جعادي وسليم بن صافية. نعمل دي فيزيت كده مسلك فني يدوم على 3 أيام، تكون فيه يعني الناس يكتشفوا المواقع الأثرية أتخذر لعف أتخذر لتخفرمونس أرتستيك. لا نوي دي زيتوال هي مش حتوكم فيه من بعد بس بعد الحال، يدخل في إطار هذه الأمام استراتيجي اللي هي نعرفه كذلك بالمواقع الأثرية بطريقة جديدة وطريقة مسلك يتوعبار دي زنفون صغار العائلات. ما حبيناه يكون في آخر ماي كيف في نفس الفترة باش نبعدو بطبيعة الحال على التقلبات ميتيولوجيك، ويكون زاد الطقس باهي وتنجم العباد زاد تشوف وتحضر، ويكون زاد في تناسق مع البرمجة الموجودة ومفعلها اللي هي النيومونيكوني وسارة كوريا. كما حكيت لكم قبيلة مازلنا راهو توا ندرسوا في برشا حاجات وبرشا ملفات. يعني هنا اليوم هذه نقطة أولى، نقطة إعلامية باش نعطيكم بعض الأسامي عادة كانت موجودة في المهرجان اللي هي الإنتاج والإنتاج المشترك. هنا إن شاء الله نرجعها شوي بشوي. دونك يعني بخمي نوم باش نتحطوا على السيدة الفنانة الكبيرة نبيها كراولي الموجودة معنا مع في عاد البنطقة. عنا عرض أيضا نبيها بطبيعة الحال تولي ديتاي باش تعرفوهم بعض مع السيدة الفنانة نبيها كراولي. بحر الصوفية عرض جديد، كل عروض هذه عروض جديدة بطبيعة الحال، عروض فيها خلق فيها إبداع وفيها حاجات جديدة من بالمقارنة من اللي كان موجود عند المخزون الفني للفنانين الموجودين هنا في الإنتاج. في أيضا عنا عرض للفنان هادي حبوبة. الفنان هادي حبوبة حب يرجع بعرض جديد فن شعبي، إنسان خدم الفن الشعبي في تونس وأيضا في العالم، يمكن ماخذاش حق برشا. البارتي هذه من الفن الشعبي موجودة في تراثنا، موجودة في ثقافتنا، ساعات وقع تغييرها، ساعات نظرا لظروف تاريخية نظرا لظروف سياسية في بعض الأوقات. هذه حبوبة ستوني كوندر شانسون بوبولير تونيزيان المزود باش يبا غوفونيغ دونك افيك ان نوفو سبيكتاكل، ان سبيكتاكل دو ميوزيك تراديسيونيل complètement roots, complètement traditionnel. Et c'est un grand artiste qui a rayonné dans le monde depuis plusieurs décennies, mais qui n'a pas peut-être eu beaucoup de chance pour apparaître sur une grande scène comme Carthage, tout seul, avec un nouveau projet. C'est la raison pour laquelle qu'on voulait donc l'honorer par cette invitation. جستي معك دونك نصر الدين شبلي اللي تعرف برشا بالعرض فلاقة باش يكون في التنسيق الفني مع هذه حبوب. إلا وسي سي في نفس الاستراتيجية تقريبا جيل مع بعضهم. نصر الدين عمل خدمة برشا وكبيرة في على الإيقاع وضبط إيقاع وعلى الفن الشعبي الصحيح في تونس، وذاك علاش لاحظنا انه الشخصيتين يتنجموا يخدموا بعضهم. تقابلنا بطبيعة الحال سا بو دوني ان بلوس. نصر الدين ايتي كوني بار سون سبيكتاكل فلاك، سي ان سبيكتاكل دو ميوزيك تراديسيونيل. إلا ابوردي لا تراديسيون دون اوتر مانيير سون توشي ا ليدونتيتي ميم دو لا بيركسيون دو لا انسترومونتاسيون تو سا. اي سي لا ريزون بور لاكيل c'était un bon choix de les faire réunir ensemble. العرض الآخر يندرج أيضا في نفس الاستراتيجية، مش نستعمل وقت العبارة كبيرة لا مركزية ثقافية وشيء، لكن سيتي اون بروبوزيسيون وعرض مشترك مش إنتاج. دونك إنتاج مشترك مع المركز الفنون الدرامية والروحية بتطاوين عرض ديوان الرمل علي اليحياوي وايضا لسعد بن عنتر. وان شاء الله بطبيعه الحال في الندوه الصحفيه الاكاديميه يكون عندنا البرنامج العالمي. راهو اون نيغوسياسيون، تكلمنا مع برشا عباد في
نفس الوقت حذرين جدا حتى أخلاقياً توا ما نجموش نعطيو أسامي تعبير ونبدأ كونفيرماسيون الوضع مازال يتطور ونتبعوا شوية شوية وكما قلت كبيرة ونبارفيت كوردناسيون مع المهرجانات الآخرين مع المؤسسات مع المؤسسة أيضا مع سي يوسف ونتحدثوا ونشوفوا التطور أما ما ثم كان الخير في كل الحالات اللي هو الفستيفال وإن شاء الله يرجع اللايف وإن شاء الله تحافظوا ونحافظوا كلنا على صحتنا وذلك هو اللي بيخير.